ابو بدر. نعم. روح اعمل لي فنجان قهوه، راسي عم يفج علي من خيبتي. عن جد انت مو معقول، مو معقول شو النكدية، ما صدقنا انت تصالحتوا الحلقه الماضيه. سبحان الله، اللي فيه طبع ما بيغيره، رجعتي تنكدي عليه للرجال. روح اعمل لي فنجان قهوه، يلا يهزه بدنك مثل ما هزيت اللي بدني. وخذ بالك شو قويه. اسمع. يا راسي انت مثل حليمه. ما بتساويها. ايه ايه حليمه اللي رجعت لعادتها القديمه، بتعرفيها؟ بتقول له بدي دواء هز كتاف. انتوا بتعرفوها؟ بتعرفوا قصه المثل تبع حليمه رجعت لعادتها القديمه؟ اكيد ما بتعرفوها، لانه ما عندكن عمه مثل عمتي زكيه تحكي لكم قصه هي الامثال. احكي لكم ياها؟ تكرم عيونكن. بالزمانات كان في صبيه اسمها حليمه، كانت ترعى الغنمات بأحد الوديان القريب من ضيعة حلوة كتير كتير. كانت تمشي وتمشي وتمشي ويلحقوها هالغنمات هيك لتوصل لراس الوادي. وبس توصل لراس الوادي كانت تبلش تغني وتزعط بالصوت، أمان 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 أمان. كان صوتها هيك مو حلو بالمرة، وكله صريخ وعياط. كتير تضايقوا منها أهالي البيوت القريبة وصرعتهم وترجوها. الله يوفقك يا حليمة، بلا ما تغني، الله يخليكي، والله صوتك مو حلو، نرجوكي رجاء حارا ما تغني. وهي أبدا كل ما بتصل لراس الوادي بدها تغني. وبيوم من الأيام وفجأة غابت حليمة وغاب صوتها، وارتاحوا أهل الضيعة أشهر وأيام، وارتاحت أدنيهن وارتاح راسهن، وقالوا الحمد لله راحت حليمة وراح صوتها. فجأة رجع صوت حليمة. طلعوا أهل هالضيعة وعم يقولوا شوفي لك شو صار، لك ليش رجعت حليمة؟ رد عليهم واحد وقال لهم ما في شي مهم، رجعت حليمة لعادتها القديمة. هذا المثل بينقال بكل الوطن العربي لكل أصحاب العادات السيئة يلي بيبطلوها فترة وبيرجعوا لها، لأنه حليمة بترجع لعادتها القديمة. يخرب بيتك، رجعت تتنكد عليه. أخ منك أخ. هو لأنه ما صار شي، روح لعادة